بقعد اسمع شيرين تبقى بالنسبه لي صوت مصر. ممكن اعمل قصه حياه عمرو دياب يا اختياراتي طلعت مظبطه حياتي مش مدمره حياتي. محدش حكر على مصر ان هو يقول ان مصر هي ده وده صوتها. الذكاء الاصطناعي هيفيد جدا لو انت قدرت تستخدمه بشكل مفيد. انا على طبيعتي قوي اديك شايفه بصي على جاكيت. النهارده تكريمات جميله وغاليه قوي على قلبي وهي كانت سنه جميله وانا بصراحه مبسوط قوي قوي. مهرجان مهم جدا وجوائز مهمه كمان لكل صناع العمل يعني لازم الشاعر ياخد ولازم المدير الاعمال ياخد ولازم الملحن ياخد. فدي حاجه بتخلي في دافع للملحنين كمان ان هم يشتغلوا بقلب عشان ياخدوا جوائز مهمه زي دي. السنه اللي فاتت دي كانت سنه عليا جميله جمال مش عادي، بس السنه الجايه ان شاء الله اعتقد هنمسك الخشب. اعتقد ان السنه الجايه ان شاء الله لانها بدات بقدر اكمل، طلعت برده ترند وبدات باختياراتي مدمره حياتي، والله طلعت مظبطه حياتي. والله ده مظبطه حياتي جدا اختياراتي. بتبعد العين عنك؟ لا لا والله اختياراتي حلوه قوي الحمد لله والناس اكبر داعم ليا. في اغنيه طلعت ترند وكانت بعيده عنك دي حاجه غريبه، زي ما غنيتش في البلد يعني. زي ما غنيتهاش احنا قلنا اكيد انت حبيبه قلبي. لا والله انا مش الاغنيه نجحت بالناس اللي فيها، واي اغنيه بتنجح وبتحقق نجاح بيبقى سببها هم اللي بيغنوا فيها، لو حد تاني غناها مش هتعمل زي ما هم بيغنوا فيها. يا اختياراتي طلعت مظبطه حياتي مش مدمره حياتي. بس عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، مش عايز اقول ان الواحد لما بينجح بيقعد يقول انا اصلي كنت عبقري وشديد الفهم للسوق العربي الانساني كلام بقى كده. لا انا مش عايز اقول الكلام ده، انا عايز اقول ان انا ربنا وفقني، ربنا وفقني ان انا اخلصت، فربنا بس ربنا بس هو اللي وفقني وكرمني في حاجات كتير جدا 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 ما كنتش اتوقعها، هو ربنا عملها معايا اكتر ما توقعتها. الحاجات اللي انا عملتها السنه اللي فاتت من يعني هزار او ضحك او كده كان قادر جدا جدا يوديني في مكان مش حلو، ولكن كل الحاجات اللي انا عملتها والناس حبتها ده علشان ربنا حط في قلوبهم القبول. انا على طبيعتي قوي اديك شايفه بصي على جاكيت. صراحة شكرا السعودية انها تعمل حفلة كبيرة لعظيم اسطورة من الاساطير زي ما انا قلت في الاغنية محمد منير، وده تكريم لينا كمان بيه. انا كنت فخور قوي ان انا اشتركت في اليوم ده لان هو بصراحة يستاهل يستاهل يستاهل، هو ليه في وجداننا كلنا، كل الناس اللي واقفة قدامي دي بتحب محمد منير. كنت محضره، هو الاغنية دي اللي كاتبها اكرم حسني. اكرم حسني طبعا جميل على كل المستويات، على فنه وتمثيله وكلامه واي حاجه هو انا بحبه. فهو كلمته قلت له احنا بنعمل هنقول الاغنيه بتاعت ليلي لمحمد منير وعايزين نقول موال في الاول. هو كتب الكلام ده، كتبه من قلبه وانا حسيته من قلبي وهو يستاهله فعلا. اثر جامد لما الكاميرا جت عليه. المايسترو هاني فرحات يا جماعه كان عامل مزيكا مش عاديه خطيره، ومحمد منير كان بيقول كلام بصراحه تحس ان هو بيوجهه للناس فعلا حقيقه، فما قدرتش امسك نفسي ما اتاثرت جدا وعيطت. الذكاء الاصطناعي هيفيد جدا لو انت قدرت تستخدمه بشكل مفيد. كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها في ايدينا دلوقتي ذكاء اصطناعي، كل الحاجات. بس التطور فيها كل ما يتطور اكتر. مين لو كنت سالت ناس في ايام الموبايل الموبايل ده هيفيد ولا هيضر، كان يقول لك لا ده الموبايل ده هيبعدنا عن بعض وهيخلي الناس، بس ليه 70,000 فايدة. كل شيء في الدنيا ليه فوائد وليه أضرار، أنت بقى تاخد فوائده أو تاخد أضراره ده بقى شيء يرجع لك. بصراحة هو أنا نفسي أعمل فيلم يعني تكون قصة حقيقية يعني، وتكون قصة لأني بحب فعلا القصص الحقيقية، فقلت أعمل قصة حياتي. لا قلت أستنى شوية ف يعني ممكن ما يبقاش أنت وعمرو. لا لا ممكن أعمل قصة حياة عمرو دياب هتبقى أحسن بكتير. صوت مصر في ايه؟ يعني صوت مصر في ايه؟ انا ساعات بقعد اسمع شيرين تبقى بالنسبه لي صوت مصر، ساعات اقعد اسمع انغام ابقى بالنسبه لي صوت العالم، وساعات بسمع روبيا ابقى بالنسبه لي صوت مصر. مين اللي في الحاله دي اللي انا مش مصر عشان اقدر احكم؟ انما انا بالنسبه لي ساعات بتبقى تسمع حد يبقى هو بالنسبه لك الحياه دلوقتي لان هو في المود ده بقى محقق بالنسبه لك.
فالالقاب دي بالنسبه لي بتبقى مش مهم، لان ما حدش حكر على مصر ان هو يقول ان مصر هي ده وده صوتها.